انا عايزه اقول لحضراتكم ان مجرد بس ان انت تقعد مع الاستاذ رضا بتحس بطاقه كده حلوه قوي، وفيها سلام وفيها سكينه وفيها رضا. يعني اسمع على مسمى الحقيقه. ايه اكتر صوت كنت حضرتك بتسمعه جوه نفسك بيقول لك كمل في امل؟ والله هو صوت الاراده الانسانيه، يعني صوت الانسان، الانسان الذي يستحق ان يكون انسانا. هو هذا الصوت دائما كان يتردد داخلي، وكنت اخاف جدا جدا من الفشل. يعني طبعا الفشل قد يعتري الانسان في وقت من الاوقات، او يعني يقف في طريقه، لكن هذا الفشل يكون طريق بعد ذلك للنجاح. دايما دايما كنت يعني اتمثل يعني صوت العظماء من الناس اللي كان لهم ظروف خاصه، يعني ناس كتير جدا جدا من الذين قرات عنهم، هيلين كيلر، ستيفن هوكينج، ابو العلاء المعري، طه حسين. يعني هؤلاء الذين اثبتوا جداره الانسانيه في حياتهم. وانا احضر لكتاب عن ثلاثه انا اعتقد ان هم من اعظم ذوي الهمم، من العرب ابو العلاء المعري، ومن بريطانيا ستيفن هوكينج، ومن امريكا هيلين كيلر. انا وجهه نظري ان هؤلاء اعظم من خلقهم الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بذوي الهمم. وباجمع ماده دلوقتي ليه؟ لان انا عايز اثبت من خلال هؤلاء انه الانسان قادر، الانسان لا 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 تقف به عاهه معينه او عجز معين. العجز هو عجز العقل، عجز الاراده، عجز العزيمه، عجز تحديد الهدف، وعجز عدم الوصول للهدف. هذا العجز الحقيقي. لكن العجز ان يكون هناك في بدنه شيء معطل او شيء، يعني لا، هذا طبيعه الانسان ان يقوم الباقي بهذا العضو، ان يساير حياته، لانه هكذا الانسان، هكذا انسانيه الانسان. هل في يعني بعض العادات اليوميه اللي حضرتك بتقوم بيها عشان تستمر في الروح دي أو في الطاقة دي، وما يكونش في أي طاقة سلبية تدخل لك، ما فيش أي مواقف؟ يعني إحنا كلنا معرضين في يومنا لمواقف عابرة ممكن تكون بتسبب لنا يعني تعكير المزاج، ممكن تخلينا إن إحنا ما نكملش. حضرتك كنت بتواجهها إزاي؟ في عادات يومية؟ في عادات يومية طبعا. يعني في، أنا دائما أبدأ يومي طبعا بصلاة الفجر، يعني لازم، وبعد ذلك الورد القرآني. بعد ذلك في حياتي اليومية دائما أنا متصالح مع نفسي، متصالح مع الناس، ودي نقطة مهمة جدا جدا فيما يتعلق بكيف يعيش الإنسان حياته دون عقد. يعني دائما ما يوصم بعض الناس بأنه ده صاحب عقد، أو أنا هذه ليست في حياتي إطلاقا، لأنه الذي تعتريه هذه العقد يكون غير متوائم مع نفسه وغير متوائم مع الناس. أهم شيء في هذا الموضوع أن تكون متصالحا مع نفسك، وتكون متصالحا مع الناس، وقبل هذا وذاك أن تكون متصالحا مع ربك سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن هذه القوة الإيجابية التي تدفع الإنسان دائما أنه ينتج. أنا هقول لحضرتك أن في آية في القرآن بتقول إيه؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي يعطي الإنسان خلقه، وهو سيهديه حتما، لكن هذه الهداية تحتاج إلى الإنسان أن يثبت إنسانيته، أن يكون قادرا على أن ينجح في حياته، أن يثبت أن إرادة الله سبحانه وتعالى التي خلقها الله سبحانه وتعالى هي قادرة على أن يصل إلى ما يريد، أو إلى تحديد الهدف والوصول للهدف. لو حضرتك كنت بتشوف يعني بعض الظلم البشري او عدم تكافؤ الفرص، او ان انت حضرتك بتبذل مجهود كبير جدا ممكن حد تاني ما يبذلش مجهود هو اللي ياخد الفرصه بتاعت حضرتك، كنت بتتصرف ازاي؟ يعني بتستعين بربنا سبحانه وتعالى ازاي؟ بتقول لنفسك ايه عشان تستمر في الرحله لحد ما توصل للنجاح ده؟ والله يعني دي برضو تحتاج الى قدرة نفسية. ليه؟ لأنك أنت
بتتعرض لظلم انت ليس لست يعني يعني ما 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 مظلوم يعني. ففي حاجات كتيره جدا حصلت في حياتي بهذا الشكل، لكن مع الصبر ومع الصبر متلازم مع الصبر انك تطالب بحقك. يعني لابد ان تطالب بحقك، ولابد ان تطالب انك صاحب هذا الحق بطرق مختلفه بقى. يعني انك تثبت ذاتك، انه تثبت ان انت حقيقي بهذا الامر. وزي ما قلت لحضرتك، في كل مرحله من مراحل حياتي محنه تتبعها منحه، وهذه المنحه هي التي تجعل الانسان دائما مثابرا، دائما ذا عزيمه، دائما ذا اراده، حتى يتحقق الهدف الذي يريد. انا اريد ان اوجه كلمه لكل ذوي الهمم او كل اهل ذوي الهمم من الاطفال تحديدا، انه الطريق صعب، لكن هذا الطريق به طاقات نور رائعه، ها، ودوحات جميله جدا جدا. عليك ان تكون صابرا، عليك ان تبحث في ابنك او الطفل بتاعك على مكامن القدره فيه، مكامن القدرات في هذا الطفل، حتى تسعد به في النهايه، وحتى يسعد بنفسه. يعني انا دائما ما اوجه هذا الخطاب لفئه الشباب تحديدا وذوي الهمم من الصغار، عليك ان تبحث في نفسك، عليك ان تنمي قدراته حتى يستطيع ان يعتمد على نفسه ويثبت انه انسان مستحق للانسانيه، دائما هكذا. زملاء حضرتك في الإذاعة الحقيقة احنا كنا برضو حابين نسمع صوتهم، عشان كده احنا هنشوف بعض يعني كده المشاركات من زملاء الأستاذ رضا عبد السلام في الإذاعة المصرية، ونرجع تاني لحضرتك. الزميل الأستاذ رضا عبد السلام تم اختياره رئيسا للقرآن الكريم بناء على سيرته المهنية، على ملفه الحافل ب الإنجازات في المجال البرامجي والمجال الإداري. الحقيقة أنه تم ترشيح ثلاث أسماء لمعالي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وهو يعني اختار الزميل الأستاذ رضا عبد السلام بعد تزكيتنا له. رضا عمل في القرآن الكريم أكثر من 30 سنة. الحقيقة هي محطة طبعا تاريخية عريقة تليدة. يمكن لو قلت لحضرتك أنا لا أتجاوز إذا قلت إنه إذاعة القرآن الكريم هي أكثر المحطات الإذاعية استماعا في العالم كله، وليس في مصر أو في الوطن العربي أو في الشرق الأوسط. يمكن أكثر من 40 إلى 45 إلى 50 مليون مستمع، وده لا يتحقق ولن يتحقق لمحطة إذاعية أخرى في العالم زي ما بقول لحضرتك. فمن هنا كان الاهتمام الشديد بكيفية الاختيار، بطريقة الاختيار، بعرض الأسماء، بعرض السير المهنية، بعرض السجلات الحافلة للزملاء اللي تم عرض أسمائهم. وأيضا من هنا كان الاختيار اللي براه موفق من السيد رئيس الهيئة السيد حسين زين. الزميل رضا الحقيقة له جمهوره وله معجبوه وله يعني مش الالاف، الملايين من المستمعين في ارجاء مصر وفي العالم كله، لانه الحمد لله المحطه او اذاعه القران الكريم بتصل الى العالم كله عن طريق وسائل الاتصال الحديثه، بتصل الى العالم عن طريق المواقع الالكترونيه والانترنت وغير هذا من وسائل الاتصال والتواصل المجتمعي. انا الحمد لله دي السنه 31 ليا في اذاعه القران الكريم. الأستاذ رضا عبد السلام يعتبر مش رئيس إذاعة، أخ وزميل، وتجدي فيه حاجات كتير قوي. لما أنت تقولوا ذوي الهمم، لا، رضا يفوق الهمم نفسها كمان لذوي واحد بس، إن الأستاذ رضا منذ البدايات الأولى معاه في إذاعة القرآن الكريم، يعني الحمد لله الحمد لله بتربطنا مع بعض، مش عمل، لا، ده أكل وشرب وحتى أول زواجه كنا مشاركين معاه في الزواج وحاجة كده. الراجل ده يعني ليه كان حقوق، وبعدين ذاكر حاجات شرعيه، عنده همه كبيره جدا. لو هعطيله مش اذاعه القران الكريم بس، لا، اديله اكتر من كده كمان لسوا واحد بس، ان عنده فكر كبير جدا، وان شاء الله هتروه في الفتره اللي هي اللي جايه دي بحاجات، مش هتعلم من اذاعه القران الكريم، لا، بالعكس
هيضيف على اللي فات من كل الرؤساء اللي فاتوا، لان الاستاذ رضا يعني الحمد لله مش بيطلع سلم مره واحده، لا ده طالع سلم خطوه خطوه، وده يحسب له ان هو بيكمل العمالقه السابقين. يعني مفيش حد مننا يقدر ينكر ان في رحله حياته بيبقى فيه ناس عظيمه ومشجعه زي اللي احنا شفناهم كده، سواء كان من استاذنا رئيس الاذاعه محمد نوار، او كمان زي كده من استاذنا برضو الاستاذ الجميل ايمن كبارة مهندس الصوت، وان هو يشجعك وان هو يساعدك كمان على الهوا، ده شيء يعني بيفرق مع المذيع. وفي ناس بتبقى عقبات، يعني في ناس هي وظيفتها تعطيل المراكب السيئة، هو نفسه عقبة. بالظبط، عقبة النفس وعقبة الغير. صحيح. كنت ازاي بتتصرف معاهم؟ يعني فكرة الذكاء الاجتماعي أو فكرة كمان البصيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يرزق حضرتك بيها في فكرة ان انت ازاي تجتازه أو ازاي تتخطاه في كل الإحباطات اللي بيصدرها لك عشان تقدر ان انت تكمل الرحلة. هو زي ما حضرتك بتقول كده، تتخطاه يعني تخطاه كأنه ليس موجودا. يعني المهم أن تؤدي عملك. ما هو بيأذي. هو ياريته أنه ليس موجودا بالصمت. لا يعني هو أن تؤدي عملك، أن تصر على أن تؤدي عملك، أن تصر على أن تنجح، أن تصر على أن تصل إلى هدفك. هذا ما يجعل هذا الشخص، ودي في حياتي كتير جدا جدا، يعني